في موضوع آخر مشاهدين انتشر على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج أفضل مسلسل شفته على تويتر، وتفاعل رواد الموقع مع الهاشتاج. حساب باسم أحلام اعتبر أنه أفضل مسلسل شافته بريزن بريك، أما حساب آخر باسم فاتن اعتبرت أنه أفضل مسلسل شافته How to get away with murder، وعلق حساب باسم أم محمد اعتبرت أنه أفضل مسلسل شافته المسلسل التركي سنوات الضياع. طبعا أنا أيضا أبدي إعجابي بهذا المسلسل سنوات الضياع.